حبيبي أنا أدرسك وأدرسكم كلكم وأقودكم في الإعلام. قوية هذه، قوية قوية. إيه أنا أبو فهد. إيه ونعم ونعم. معروف فصل وفصل. ما عاد بقى الله أنت وجهك تقودنا. انتبه، حطها في بالك أبو فهد وساكن في شارع 60. انتبه يا ويلك ولاهن غلط مرة ثانية. ما عاد بقى الله أقودكم. روح قود نفسك بلا خرابيط. فاهمة هو لا تفهمني، أنا أفهم الموضوع. أنت فاهمه المنتبخ ذا فاهمه. انتبه عن الغلط. وش ذا البثر يا ولد؟ جعلني ما أطلع معه. حبيبي عامة أنا عارف إنك تصفقة بس ما شفت شيء. تفضل شوف. أبو فهد أنت مع أو ضد الخصخصة؟ الخصخصة الحقيقية نعرفها في أوروبا. بول ببقى ياخذ 100 مليون يورو. زين؟ أما خصخصتهم في أنديتنا في ذا وش؟ وما تجيب ولا 30 مليون. صاحي أنت وش خصخصة وما خصخصة وما خصخصة؟ ما نبي هالأمور دي. لا 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 معليش معليش يا أبو فهد معليش، يعني أنا رجل أحترمك إلى قبل ما تقول الجملة هذه. يعني أنت في مكان محترم ومع ناس محترمين. أنت تغلط علي ليش؟ إذا مو عاجبك نطلع محور ثاني. أنت تغلط علي ليش؟ أنا ما غلطت عليك. أنت تغلط علي ليش؟ يا جماعة أنا ما غلطت عليك. أنت تغلط علي ليش؟ أبوك النشبة نشبلة. لا الحين شوف التحفة الثانية الحين شوف شوف. وأنا يا جماعة الخير عشان الأوضاع هذه كاتب لكم خاطرة أتمنى إنها تنال على إعجابكم. أقول راحوا اللي راحوا بس ليتهم ما راحوا، لأنهم لما راحوا ما علمونا إنهم راحوا. مش لا يا ولد. أنا الحقيقة ما عمري شفت نادي عنده إدارتين، إدارة في العريجة وإدارة في شارع الجامعة. وأقولها وبالفهم المليان، ولا فكرت بأطلق شنب هلالي. ليه زعلان؟ عشان الهلال دق روسكم؟ الهلال صاحب 56 بطولة. أنت من هو عشان تتكلم بالهلال؟ الهلال تاريخ. يا ابن حلال وش تاريخ؟ أنا أعرف تاريخ الهلال. وش تاريخ الهلال؟ ها؟ ترى فرع من المركز الرئيسي من نادي الشباب. إيه ترى فرع. أي تاريخ وما تاريخ. دحين أنت ما تبغى تعترف بطولات الهلال؟ ها؟ وناسي بطولاتكم المشبوهة؟ يا دلهوم روح يا شيخ بلا كلام فاضي. حبيبي احنا العالميين اول فريق خليجي واسيوي. العالمية صعبة قوية. خلونا من الهلال والنصر وخلونا ندخل على محور العويس. العويس مختفي يا جماعة، اين هو؟ العويس كلم امه وبشركم طيب وبخير ولا في الا العافية. يهو يهو العويس امه ميت. الهلال يقلي، الهلال يقلي. قسما بالله مبزرة، كل دقيقتين متهاوشين. ما عليك فيهم،